النادي الاهلي 3 نقاط تهمين ادائنا ونتيجه. كابتن طارق سلمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، مبروك كابتن طارق. النهارده يمكن قلنا ان شاء الله المباراه بفيها اهداف اكتر، لكن انا عارف ان في اجهاد وفي تركيز كبير جدا للعيبه. شايف النهارده الشناوي حالات اللي جات له عامله ازاي، وشوف المباراه بشكل عام ازاي. والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على المكسب طبعا، والاداء برضو الحمد لله اداء متميز طبعا. احنا لسه جايين امبارح، في لعيبه طبعا ريحت كتير هنا، كان في 8 لعيبه مريحين، وفي لعيبه طبعا شاركت معانا هناك وادت لعبه النهارده، برضه لعبت بشكل كويس جدا جدا. فبقول الحمد لله المشوار لسه طويل، ما خدناش البطوله لسه. النهارده الاجوان انا شايف اجوان كتير برضه، يعني 3 ده مش قليل. يعني فرقه الاتحاد فرقه كويسه، بالذات الدور الثاني كمان الاتحاد ماشي كويس قوي، الدور الثاني عامل نتائج كويسه، بيعمل اداء كويس مع ماتشات كتير. شفنا اتفرجنا ليه مع الاسماعيلي ومع اكتر من فرقه، لا اداء كويس وفرقه كويسه. فاقول الحمد لله على المكسب، يعني نتيجه 3-0 دي نتيجه مش قليله، يعني نتيجه كبيره يعني الحمد لله. يعني انا اعتقد ان الكابتن طارق يمكن بيتماشى مع اللعيبه الحراس المرمى كلهم في مستوى واحد، الامور ماشيه بشكل طيب، وفي حب كبير جدا، وده اللي احنا بنشوفه ان كل واحد بينزل بيأدي كل اللي عنده، ما فيش حد بيشيل من حد بلغه الكوره كده كابتن طارق. لا والله الحمد لله الكلام ده مش جديد، يعني الكلام ده قديم من فتره كبيره الحمد لله. اللي جوانا علاقات كويسه جدا ببعض، معايا كمان العلاقه الحمد لله متميزه، انا اخ اكبر ليهم يعني. والنهارده الشناوي برده يعني بيواصل اداؤه المتميز في الفتره الاخيره كلها، من الحاجات اللي جات له مش كتير، ولكن تعامل معاه بشكل كويس قوي قوي. في فاول في الشوط الثاني تعامل معاه بشكل كويس بتاع كابوريا، الكرات العرضيه كلها بيطلع ياخدها، بيلم ورا خط الدار حاجات كتير قوي، ما شاء الله الشناوي ماشي بشكل كويس. اتمنى ان شاء الله برضو يكمل على نفس الاداء ده، ودي منافسه زي ما بقول لك، يعني دايما بقول الكلام ده في كل مره بتكلم بقول الكلام ده. شريف لعب المباراه اللي فاتت، لعب الشوط الاول وادى بشكل كويس، علي لطفي لعب الشوط الثاني برضو وجات له كوره عملها بشكل كويس. فالحمد لله الاجوان اللي موجوده الحمد لله رب العالمين، منافسه شريفه بينهم، وفي النهايه طبعا هو ده سياسه احنا بنتابعها، اللي بيأدي بشكل كويس وبيكمل يعني فرصته بتبقى موجوده وبيبقى بشكل كويس. فاتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق الثلاثه ان شاء الله، ولسه مشوار طويل بالنسبه للدوري. يعني تسالك فعلا بتتفق مع الناس اللي بتقول ان الدوري خلاص اتحسم، ولا لسه 14 اسبوع و13 اسبوع لسه الامور كتيره يا كابتن طارق؟ والله بص، الناس اللي بتقول الدوري اتحسم يبقى دي ناس ما تعرفش يعني ايه كره قدم. كره قدم صعبه واحداثها كتير ومتغيراتها كتير، الدوري لسه ما انتهاش، احنا عندنا لسه 13 مباراه ب 36 بونت. احنا الفرق اللي بيننا وبين الثاني دلوقتي 9 بونت، كان 6 بونت قبل ما نلعب النهارده، يعني لسه عندنا مباراه مؤجله. فالنهارده احنا قبل ما نلعب كان الفرق 6 بونت، ف 6 بونت ولسه لنا متبقي لنا 13 مباراه يبقى الدوري انتهى. الكلام ده كلام مش بتقعد، يعني الناس اللي بتعرف يعني ايه كره قدم وتعاملت في موقف قبل كده كتير ومرت بتجارب كتير، تعرف ان الدوري لسه ما انتهاش، احنا بنكمل كل مباراه بناخدها مباراه كاس عشان نحسم الدوري ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن طارق سلمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. نتيجه واداء النهارده بنبارك من جديد للنادي الاهلي، 3 نقاط هامين زي ما بنقول في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. اكيد هنطمن من كابتن سيد عبد الحفيظ، من كابتن احمد ايوب، من كابتن حسام البدري، سواء على وليد ازارو، على علي معلول، على ايمن اشرف، شفناهم طبعا طلعوا من المباراه، لكن اكيد ان شاء الله بنتمنى ما يبقاش في اي اجهاد للعيبه، اي اصابات. النادي الاهلي بيفقد عدد كبير من اللعيبه خلال الفتره الماضيه، لكن بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مشواره في المباريات القادمه. مستمرين معاك كابتن عبد الحميد حسن، ولقاءات خاصه هنا من استاد برج العرب. شكرا ليك يا كريم، دي كان او ده كان